أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون، كان الناس قبل مدة يتحدثون عن الثورة الصناعية، وبعد مدة صاروا يتحدثون عن الثورة التكنولوجية، ويتحدث الناس في هذه السنوات الأخيرة عن ثورة ثالثة هي ثورة المعلومات. هذه الثورة التي أتت للناس بوسائل للإعلام حديثة ما كان الناس يعرفونها من قبل، ولا كانوا يتصورونها ولا حتى تخطر لهم بالبال. فصار الناس يتحدثون الآن عن وسائل الإعلام الاجتماعي، يتحدث الناس فيما بينهم ويتواصلون ويتشاركون المعلومات فيما بينهم أيضا. ولذلك هذا الإعلام يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى توجيه شرعي على منبر الجمعة، من أجل أن نعرف ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. ذلكم أن حكم الشرع الإسلامي لا ينبغي أن يخلو منه مجال من المجالات، بل إن هذا المجال بالذات، مجال ما يتعلق بالثورة المعلوماتية أو ما يتعلق بوسائل الاتصال الحديثة، تحتاج إلى وقفات من الآباء ومن الأمهات ومن الأساتذة والمربين ومن الخطباء والفقهاء ومن كل الموجهين في المجتمع، لأن مخاطرها كبيرة، ولأن نتائج سوء استعمالها واستخدامها كارثية، كما أن حسن استغلالها وحسن استعمالها أيضا مفيد للغاية. كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، يتحدث عن الأشياء التي تستجد في حياة الناس، فيقول إنه ليس هنالك أمر فيه مصالح محضة أي خالصة، وليس هنالك أمر فيه مفاسد خالصة، وإنما الأشياء كلها يمكن أن توزن بميزان الشريعة، فيها مصالح وفيها مفاسد، ولو أحسن استغلالها، لو أحسن استعمال هذه الوسائل الحديثة لوجدنا أن فيها خيرا كثيرا، وأننا يمكن أن نستفيد منها استفادة عظمى. لكن للأسف الواقع الذي يعيشه الناس والشباب خصوصا، لأن الشباب هم المعنيون بالذات بهذا الخطاب، وإن كان الأمر لا يعني أن الكبار لا يستعملون هذا، إنما الشباب هم الشريحة التي تستعمل هذا الأمر بشكل أكبر، والتي يمكن أن تستفيد منه بشكل أكبر، ويمكن للأسف أن تتأذى منه بشكل أكبر إذا أساءت استخدامه. لو رجعنا إلى القرآن الكريم، الإعلام الذي كان سائدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشعر والقصيدة، والشعراء كانوا هم الذين يمثلون الموجه، رجل الإعلام بمعنى الكلمة كان هو الشاعر والخطيب عند العرب. ولذلك عندما نزل القرآن الكريم لم يترك هذا الأمر هكذا، إنما أعطى توجيهات، فقال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لو وقفنا عند هذه الآية في هذا الحد لتصورنا أن القرآن الكريم أعطى حكما قاسيا للشعر والشعراء ولكل المتحدثين، لكن القرآن واصل الحديث، فقال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسميت هذه السورة بسورة الشعراء. ما المراد بهذا إذن؟ المراد أن القرآن الكريم يريد أن يقول للناس: إذا كان من الناس من يستعمل الشعر في نشر الرذيلة وفي نشر الخمرة وفي الدعاية للفساد والانحرافات الأخلاقية، فإن بالإمكان أن نغير وجهة الشعر من أجل أن يخدم أهداف الأمة وأغراضها الصالحة، من أجل أن يكون موجها إيجابيا. لذلك قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا أقول اليوم أيضا، الحل
ليس في أن نحرم وسائل التواصل الاجتماعي، وليس في أن نحظرها على الشباب، أي أن نمنع الشباب من الوصول إليها، ليس الحل في ذلك بتاتا، إنما الحل يكون في التوجيه، في أن نوجه إلى ضرورة حسن استعمال هذه الأدوات، وفي أن نشعر الشباب بالمسؤولية تجاه ما يقرؤون وتجاه ما يتابعون وتجاه ما ينشرون. هذا هو الذي ينبغي. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انتبه أيها الشاب الكريم وأيتها الشابة الكريمة، عندما تدخلان أو عندما يدخل الواحد من الناس عموما أمام هذه الشاشة العجيبة الغريبة، عندما تدخل وتجلس أمام هذه الشاشة، فانتبه إلى هذه الآية، تذكر جيدا هذه الآية، وأرجو أن تكتبها على ورقة أو على لوحة، ولما لا على خلفية الحاسوب، من أجل أن تتذكرها دائما: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سمعك ماذا تسمع؟ بصرك ماذا تشاهد على هذه الشاشة؟ فؤادك ماذا تدخل لعقلك؟ لأن هذه تغذية أخطر من تغذية الأبدان. عندما تدخل أمام الشاشة فربما انخدعت بكلام من هنا أو هناك، ربما أضعت دينك نتيجة دردشة، نتيجة كلام، نتيجة تواصل. الإسلام يدعو إلى التواصل. الإسلام قال: إنا خلقنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية تؤسس للتواصل فيما بين الناس وفيما بين الشعوب، ولكن على أي أساس؟ إذا كنت تريد أن تحاور، فهل أنت تعرف من يحاورك في الاتجاه الآخر؟ هل هو في مستوى أن تقنعه؟ أو هو في مستوى أن يقنعك؟ هذا هو الذي لا ينتبه له الشباب، يدخل في كلام وفي تواصل مع شخص لا يدري من هو، قد يصور له نفسه امرأة وهو رجل أو العكس، قد يصور له نفسه مواطنا وهو أجنبي، قد يصور له نفسه مسلما وهو ملحد، أشياء تقع في عالم الأنترنت. لذلك لا بد من الانتباه إلى هذا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك أريد التركيز على ثلاثة أمور لا بد من الانتباه إليها أثناء القعود أمام شاشة الحاسوب أو اللوحة أو الهاتف، أمام وسائل التواصل الاجتماعي عموما. أول شيء ينبغي التركيز عليه هو ضرورة انتقاء الأصدقاء. اعقلوا هذا جيدا أيها الشباب، ضرورة انتقاء الأصدقاء، أي أن تختار المجموعة التي تتواصل معها. عندما تتحدث لبعض الشباب ويقول إن في مجموعته على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي 10,000 متواصل، 10,000، كيف تضبط هؤلاء؟ كيف تعرف من هم هؤلاء الذين يحدثونك وتحدثهم؟ من أدراك أن هؤلاء منهم من يريد بك خيرا ومنهم من يريد بك شرا؟ ثم أين هو الوقت الذي تستطيع أن تتابع فيه كل هؤلاء؟ الواحد منا قد يكون له 20 أو 50 وفي أكثر الحالات 100 صديق، ومع ذلك تجده يحار في كيفية متابعة ما ينشره أصدقاؤه، مع أنهم جادون ولا ينشرون إلا ما فيه الفائدة. فكيف تتابع أنت آلاف الأصدقاء؟ أين عملك؟ أين تجارتك؟ أين دراستك؟ أين وظيفتك؟ أين رعاية أسرتك؟ كل هذه الأشياء ستضيع. لذلك أنا أركز، أنا أعيد مرة أخرى، أنا لا أنهى عن المتابعة أو الاتصال، وإنما أقول لا بد من الضبط والانضباط. لا بد أن تضبط أصدقائك وأن تختارهم بعناية. وقد قالوا قديما: إن الصاحب ساحب. الصاحب ساحب، صديق فريند،
كما يقال في لغة الإعلام، هو صديق، سموه صديقا هكذا. لكن لو رجعنا إلى المفهوم العربي، المفهوم الإسلامي للصديق عنده معنى آخر. الصديق في لغة الفيسبوك هو كل شخص تتواصل معه، لكن الصديق بالمعنى الحقيقي، إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. هل أصدقاؤك على الفيسبوك من هذه الطينة ومن هذا النوع؟ وناس أصلا لا تعرفهم ولا يعرفونك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وسنن الترمذي وقال حسن غريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انتبهوا جيدا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت اخترت أصدقاء، لا بأس أن يكون لك أصدقاء حتى نصارى أو يهود أو ملحدون، لكن بشرط أن يكون لديك من الحصانة ومن المعرفة الدينية الشرعية ما يكفي لتحصن نفسك من الشبهات، وما يكفي للإقناع. أما وأنت فارغ في المجال العقدي والمجال الديني، لا تعرف شيئا كثيرا عن عقيدتك، إيمانك إيمان وراثي، ورثت الإسلام عن أبيك وأمك، لكنك لم تتعلم حقائق الإيمان بالشكل الكافي، ليست عندك الأدلة القوية للإقناع، ثم تحاور نصرانيا أو ملحدا وقد يكون متمكنا من شبهاته ومتمكنا من إثارة ما يريد إثارته معك. هنا لن أتحدث عن زعزعة إيمانك فقط، وإنما قد يقع أنك ستخرج عن دينك تماما، وهذا ما وقع للكثير من الشباب، ليس لأن دينهم ضعيف ودين الآخر قوي، إنما لأن الآخر يمتلك من وسائل الإقناع ما لا تمتلكه أنت. فلذلك النقطة الأولى هي ضرورة اختيار الأصدقاء. ولما لا تكون لك مجموعة من أصدقاء الدراسة؟ أنا أفضل هذا، مجموعة من أصدقاء الدراسة تتواصلون فيما بينكم، يبعث بعضكم لبعض ما يفيده من البحوث ومن الكتب ومن المطبوعات والأشياء المهمة، دعني ممن ينشرون أي شيء، لا يجوز. وهذه هي النقطة الثانية التي أردت التنبيه عليها، وهي في قضية النشر، مشاركة. هذه المشاركة، بارتاج بلغة الشباب، هذه المشاركة يجب أن تضبط أيضا بالضبط الشرعي وبالضابط الشرعي. لا يجوز شرعا أن تنشر شيئا لست متأكدا من صحته. كم ينشر الناس وكم تصلنا من الرسائل يوميا، بعضها أو كثير منها أخطاء، إما أخطاء دينية يزعم أنه ينشر معلومة دينية وهي خاطئة، وإما أنه ينشر معلومة طبية وقد تكون أيضا خاطئة. إذا تأكدت من صحة ودقة المعلومة الصحية أو الدينية أو الثقافية أو الفكرية أو أيا كانت المعلومة فلا بأس، بل أنت تؤجر على ذلك إذا نشرت. وهذا هو الجانب الإيجابي في هذه الوسائل، أنك تنشر كتابا فيطلع عليه 100 من أصدقائك من أجل القراءة. وإن كانت المشكلة للأسف أننا كثيرا ما نقف على كنوز من الكتب، لكن نكتفي بتحميلها وتخزينها في الحاسوب، وهذا ليس هو الهدف. الهدف هو أن ترى الكتاب قد نشر من أجل متابعته وقراءته والاستفادة منه. وهنا أذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، انتبه، من دعا إلى ضلالة، عندما يأتيك شريط أو تأتيك معلومة فيها ضلالة أي فيها خطأ أو دعوة إلى معصية أو شيء فتنشرها فأنت تدعو إليها، لأن الدعوة ليست بأن تقول للناس افعل أو لا تفعل. النشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوة، فأنت تدعو الناس.
لذلك إذا دعوت إلى خير تأكدت من صحته واستوثقت منه معلومة دينية صحيحة أو معلومة طبية صحيحة أو معلومة فكرية ثقافية كيفما كانت، لك أجر بذلك لأنك نفعت الناس. أما إذا نشرت معلومة على عكس ذلك فالأمر على خلاف ذلك. هذا أمر إذن اختيار الأصدقاء، ثم أمر ما يتعلق بالنشر، ثم الأمر الثالث ما يتعلق بالمتابعة. من تتابع؟ أنت لست حرا في أن تشاهد ما تشاء وفي أن تستمع إلى ما تشاء، لأن وقتك أيضا أمانة، الوقت عندك أمانة، فلا يجوز أن تضيعه في أي شيء. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ بمعنى الوقت. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله وعلمه إلى آخر الحديث. أين أفنيت شبابك؟ بعض الشباب عندنا يقضون نصف النهار، حوالي 12 ساعة أحيانا أمام الشاشة، لكن عندما ينهض من أمامها تسأله: ما الذي حصلته؟ ماذا استفدت؟ قرأت كتابا؟ استفدت معلومة؟ تابعت محاضرة؟ الأنترنت الآن مليئة بالمحاضرات في كل التخصصات، لكن أين الشباب الذين يدخلون للاستفادة من المحاضرات، الذين يتعلمون عن بعد كما يقال، سواء بالمتابعة المباشرة أو غير المباشرة؟ للأسف الذي يقع أن الناس يخوضون في حديث هكذا، في لغو بمعنى الكلمة. والله تعالى يقول لنا: وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هذا هو المسلم، المسلم ليس لاغيا. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أعرضوا عنه أي تركوه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، سلام، لا نبتغي الجاهلين. هذا هو القرآن. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. أي ليس عندي وقت، ليس عندي فراغ لأتحدث مع إنسان جاهل، ليس عندي وقت من أجل أن أتحدث هكذا في الكلام الفارغ وأن أضيع الأوقات والأموال، بينما الدراسة تنتظر والعمل ينتظر والأسرة تنتظر. وقل هذا أيضا للأم التي تترك أولادها في البيت دون رعاية ولا اهتمام ودون دراسة ولا تعلم، من أجل إضاعة وقتها في التواصل غير المفيد. الخلاصة إذن أيها الإخوة: التواصل أمانة، وعندما تفتح جهازك اللوحي أو الهاتفي أو الحاسوبي فتذكر أنك مسؤول عن كل فارغ، وأن أضيع الأوقات والأموال بينما الدراسة تنتظر والعمل ينتظر والأسرة تنتظر. وقل هذا أيضا للأم التي تترك أولادها في البيت دون رعاية ولا اهتمام ودون دراسة ولا تعلم، من أجل إضاعة وقتها في التواصل غير المفيد. الخلاصة إذن أيها الإخوة: التواصل أمانة، وعندما تفتح جهازك اللوحي أو الهاتفي أو الحاسوبي فتذكر أنك مسؤول عن كل لحظة تقضيها أمامه، إما أجر تكنزه في خزانة آخرتك، وإما إثم والعياذ بالله تحاسب عليه. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، من جميل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السياق أنه عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهذه آفة الفيسبوكيين والواتسابيين والتويتريين وكل المتواصلين، هذه الآفة الكبرى، أن الإنسان يحدث بكل ما سمع. ما معنى بكل ما سمع؟ جاءته فكرة،
جاءته مشاركة يدفع بها لأصدقائه. لا، الواجب كما ذكرت سابقا أن تختار أصدقائك بشكل جيد، وأن تحذف من لا ترى أنه يفيدك أو يستفيد منك، لأن الأمر متعلق إما باستفادة تستفيدها أو بإفادة تفيدها الآخرين. فإذا وصلك شيء من الفائدة فلا بد أن تتأمل فيه أولا، فإذا وجدت أن به فائدة تنفع بها الآخرين فلك أن تفعل، أما إذا وجدت أنه على العكس من ذلك فالأولى أن تنبه صديقك الذي بعث به وأن تنصحه، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وهذا من أكبر مجالات استعمال هذا الحديث النبوي الشريف. لذلك تذكروا جيدا قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أن يكفي الإنسان من الوزر والمعصية أن يحدث الناس بكل ما يسمعه، وأن ينشر أمام الناس كل ما تقع عليه عينه أو سمعه. لا، المفروض ماذا؟ المفروض، وهذه هي المسؤولية التي ذكرت في قوله تعالى: إن السمع فؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المعلومة تأتينا بالسمع أو البصر، أليس كذلك؟ هكذا تأتي المعلومة، عبر السمع نتواصل وعبر البصر نشاهد، لكن يقول إن السمع والبصر والفؤاد، أضف إليها الفؤاد، بمعنى أتتك معلومة من سمعك أدخلها إلى عقلك أولا، أتتك معلومة بالمشاهدة أدخلك أولا، ثم بعد أن يتبين لك بعقلك الحصيف أنها معلومة صحيحة دقيقة مفيدة، فآنئذ يمكنك أن تشاركها مع أصدقائك وتنفع بها الآخرين. فتذكر هذه الأحاديث التي ذكرت لك، تذكر قوله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وتذكر من دعا إلى هدى كان له مثل أجره، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه كذلك، وتذلك ما بدأت لك به من قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاللهم رد بنا جميعا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بشبابنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم احفظ شبابنا في دينهم واحفظهم في دنياهم، اللهم علمنا وإياهم ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما وإيمانا، اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، اللهم علمنا عمل الخير وخير العمل، وفعل الخير وخير الفعل، وعمل وخير القول وقول الخير، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم في العراق والشام وفي ليبيا واليمن وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إحدى الأخوات ترجو منكم الدعاء لها بشفاء الأمراض وقضاء الحاجات، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حاجتها وحوائج المحتاجين، وأد الدين على المدينين موتانا وموتى المسلمين، ووفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه، أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.